السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده حوض المجونة، حضراتكم شايفين التقسيمة بتاعته بالصخور متقسمة ازاي. ده عشان تضمن ان ميبقاش فيه معارك او ضرب كتير في الحوض، لازم ترص الصخور بشكل يبقى موزع على مساحة الحوض، يعني بشكل متفرق، ما يبقاش كلهم في مكان واحد زي ما حضراتكم شايفين كده. كل ركن وفي كل جزء من الحوض انا عامل مكان للاختباء او مكان للتمويه، يقدروا يخشوا ويخرجوا منه. ده حوض مجونة فيه حوالي اربع انواع او خمس انواع مجونة: الوايت تيل والبلو جوهاني والكوبالت زبرا والكوبالت العادي، البلو كوبالت العادي، وكمان معاهم الالبينو كوبالت اللي هو الابيض وعين حمرا. زي ما حضراتكم شايفين كده، عشان اتلاشى المشاكل والخناقات لازم اوفر لهم مخابئ كتير جدا داخل الحوض. وطبعا زي ما انتم شايفين كده في كثافه عدديه، لازم يبقى في كثافه عدديه من الاسماك او عدد الاسماك داخل الحوض، عشان برضو تقلل من العدوانيه او من الشراسه تجاه الاسماك وبعضها. طبعا كل ما العدد قل كل ما كان الموضوع هيبقى أقوى من ناحية العدوانية والشراسة ما بين الذكور اللي موجودة في الحوض، لكن العدد مع الزحمة بتقلل برضه الموضوع ده. أرجو أكون يعني أفدتكم في الفيديو القصير ده، إن شاء الله انتظروا موضوعات بإذن الله كاملة على حاجات كتيرة جدا الفترة اللي جاية دي، هصورها وهسجلها وأنزل حلقات إن شاء الله، وهنستفاد كلنا مع بعض. شكراً.